دكتور هيك مش الحال؟ دكتور ما مش مشارك ده ظهر وضع العرض حاليا. ايه تمام دكتور ظاهر. اليوم المحاضرة عن حساسية الجهاز البولي اليوروثيازيس، هي حصيات الكلية والحالب والمثانة والحليب وتسبب الكولنجات الكلوية. طبعا نحكي عن التشخيص التفريغي، وهذا سؤال يعني كثير بيتكرر يعني في كل الامتحانات في كل الأسئلة والمقابلات، ما هو التشخيص التفريغي للكولنج الكلوي أو الحالبي. فطبعا نبدأ بالجهاز البولي، حصيات الكلية والحالب الخاصة التي تسبب انسداد، ثم التهاب الزائد الدودي الحاد أو أي آفات في البطن تسبب آلام حادة أو حالة بطن حادة، التهاب الزائدة أو التهاب الرتوج أو انتقاب أو تسلخ أم دم أبهر بطني، حالات التهاب الملحقات سالبنجايتس أو البايلونيفريتس، التهاب الكلي والحويضة الحاد أيضا يسبب حالة ألم كلوي أو يشتبه بالكولنج الكلوي، حالات الكولنجات المرارية أو الحصيات المرارية أو التهاب المرارة الحاد لاكت كوليستيتس، كله بيسبب آلام قد تشتبه أو تختلط بالآلام الكلوية، التهاب البرتوان الحاد أو أي أمراض تسبب التهاب برتوان حاد ممكن تقلد حالة الكولنج الكلوي أو الألم الكلوي، حالات الحمل الهاجر أو انفتات كيسات المبيض كمان تسبب حالات تختلط بحصيات أو الكولنجات الكلوية، انتقاب قرحة عفاجية أو الداء القرحي بشكل عام قد يسبب آلام مشابهة لآلام الكولنج الكلوي. الآلام قد تكون رجيعة referred pain تشير إلى وجود ألم حالة صفد حاد، وذكرنا في المحاضرات السابقة التشخيص التفريقي لحالة الصفد الحاد. أيضا أحد التشخيص التفريقية للألم الخاصرة، يبدو في ناس موجودين في الانتظار، يا ريت تدخلون الادمين يعني. الشينجلز قلنا هي الهيربس زوستر نفسها، هي بعبارة أخرى أو النار الناري، أيضا تشير لألم موضع حسب مسيرة العصب الجذري المصاب بالفيروس، فيسبب حالة حادة. ونكتفي بوجود فحص سريري واضح والتأمل واضح لمسار الحويصلات على مسار جذر عصبي واحد ليتم وضع التشخيص السريري بشكل واضح لحالة الهزام النار أو
حلق نطاقي أعضاء المنطقة. فهي الأمور طبعا كل عرض منهم أو كل مرض منهم يمكن الاعتماد على القصة السرية والفحص السري الجيد، وقد نتطلب بعض الاستقصاءات المخبرية والشعاعية لإثبات أو نفي التشخيص. طبعا الأسباب اللي ذكرناها المرة الماضية سنمر عليها بعجالة، أسباب البيلة الدموية، قد يترافق القولنج الكلوي أو الألم الكلوي ببيلة دموية. الأسباب التي تسبب ألم كلوي ذو منشأ كلوي هي حصيات الكلية أو داء الكيسي الكلوي، وهو مرض وراثي، ردود الكلية، وجود تيبركولوزيس، أو المريض يستخدم الأنتي كوجولانت درغز، المرضى اللي بيستخدموا المميعات. وذكرنا قصة المريضة اللي كانت موجودة في الجراح أنه كان عندها تميع زائد أو مفرط، حتى معايرة البيتا تي غير مقاس، وعندها كدمات منتشرة في الجسم. فجدا مهم بالقصة السرية نعرف إذا المريض كان لما بيشكي من بيلة دموية إذا كان بياخد أي مميعات. نعم، بس كأنه المايك مفتوح بالطرفين. لحظة، أنا ماني فاتح غير من مكان واحد. أيوه. أنا ماني فاتح من غير من اللابتوب. في حدا تاني فاتح؟ تمام دكتور، مش الحال. الآفات المسببة اضطراب النزف والتخثر كمرض الناعور أو الأمراض النزفية بشكل عام، قد تكون هي السبب المسؤول عن وجود البيلة الدموية. طبعا الشق الآخر دائما وجود بيلة دموية، تشخيص تفريقي، وجود خباسات كحالة ورم خلية كلوية أو سرطان الكلية أو ورم الكلية، أو حالات أورام في الجهاز المفرغ، أورام كأورام الحويضة. طبعا التشخيص التفريقي بين أورام الحويضة وأورام الكلية مختلف، ينبغي التشخيص التفريقي بالاستقصاءات الشعاعية، لأنه تدبير مختلف تماما بين استقصاء الكلية جذري وبين استقصاء الكلية وحالب وجزء من المثانة في حال وجود الورم في الحويضة. فلذلك التشخيص بينهم مهم جدا بسبب اختلاف طريقة التداخل الجراحي. في الحالب الأشياء هو حصيات الحالب، وجود بيلة دموية ذات منشأ حالبي، وجود بيلة دموية، فهي وجود الحصيات الحالبية أو الأورام الحالبية، وممكن نضيف إليها أيضا وجود قساطر حالبية، قد تكون ارتكاس لقساطر حالبية أو تداخلات على الحالب، التداخلات التنظيرية الانسترومنت، فتسبب بأذية في خطيط الحالب فتسبب بيلة دموية. بالنسبة للمثانة بشكل أساسي بنحكي عن الحصيات، فالحصيات المثانية تسبب بيلة دموية، أو الأجسام الغريبة ضمن المثانة قد تسبب أيضا البيلة الدموية، وجود السل أو وجود داء المنشقات الدموية أو ما يعرف بالهارسيا أو سكيستوموسوزيس، وجود أورام المثانة يعني سبب شائع للبيلة الدموية، لكن اتفقنا ميزة البيلة الدموية عندما نشك في ورم مثانة تكون غير مؤلمة بينلس هيماتوريا. أيضا وجود الخباثات في منطقة البروستات، عادة الخباثة البروستات نادرا جدا ما تسبب البيلة الدموية، لكن الأشياء هو ضخامة البروستات الحميدة قد تسبب بسبب اضطرابات التبول بيلة دموية. بالأحليل وجود التهاب أحليل أو تضيق أحليل أو حصات أحليل أو وجود تمزق أحليل، أحد الأسباب الرئيسية لوجود البيلة الدموية. وأيضا وجود أورام الأحليل أحد أسباب البيلة الدموية. هون تشخيص تفريقي فقط للبيلة الدموية وجود كولنج كلوي. في بعض المعلومات بأكثر من
درس سنيع أو محاضرة هي معلومات رح تكون متقاطعة بين دروس بين بعضها حسب الأمراض وحسب مقاربة المريض. تشكل الحصيات أو الداء الحصوي اليوروليثيازيس، تشكل الحصيات إما في الكلية أو في الحالب أو في المثانة أو في الأحليل. حصيات الكلية الكيدني ستون يطلق عليها مصطلح نيفروليثيازيس، وحصيات الحالب اليوريتريك ستون اليوريتروليثيازيس، والبلادر ستون سيستوليثيازيس، واليوثرال ستون اليوريثروليثيازيس. هاي العبارات هي حتى تحفظوها إذا كنتوا بتقرأوا بأي مرجع، فبتكون مصطلحات بالنسبة لكم واضحة ومفهومة، ما يعني ما تكون شيء غريب. وأظن دراستكم للغة الإنجليزية أظن الكل درس اللغة وناجح فيها، صحيح؟ أنه أحيانا تكون الأسئلة في الامتحانات وجود في وجود مصطلحات إنجليزية، فلازم تكونوا متعودين على المصطلحات الإنجليزية. إيه تمام حكيم. هلا النيفروليثيازيس او كيدني ستون راح نباشر باول قسم، نبلش من الجهاز المفرغ العلوي ونحن نازلين باتجاه الاحليل. طبعا الاسباب اسباب كثيره وشائعه جدا ولا يمكن الاحاطه فيها بمحاضره صغيره، يعني هي موضوع الاتيولوجي او المسببات للحصيات تحتاج الى بصراحه محاضرات يعني، وآراء مختلفة وفي نظريات مختلفة وفي أشياء طبعا مثبتة. راح نحكي بالأشياء الأساسية المثبتة. التغذية، التغذية قد يكون أحد العوامل نقص فيتامين A هو مسبب لتوسف الخلايا الزهارية البطانية فيشكل نويات لتشكل الحصيات. وجود حالة الانسداد، الانسداد يسبب ركودة بولية، أي حالة ركودة بولية ممكن تسبب بإنتان أو تشكل الحصيات، ترسبات وتشكل حصيات. المناخ الحار يسبب نقص السوائل مما يزيد حالة الترسبات في البول ويزيد تشكل حصيات الكالسيوم. حالة الانتان الانفكشن مثل الشيجاكولاي والبقية الجراثيم التي تشطر اليوريا سبليتنج، يوريا سبليتنج أورجانيزم تسبب تشكل الحصيات. الأسباب الاستقلابية كفرط نشاط جارات الدرق الذي يسبب ارتفاع أي هرمون جارات الدرق. هل عنده معلومة؟ جارات الدرق أي هرمون تفرز؟ في حدا معي؟ نعم؟ حكيم. شو؟ باراثورمون. الباراثورمون. نعم. فيسبب ارتفاع كالسيوم الدم وبالتالي ارتفاع كالسيوم في البول ايضا المطروح يسبب الحصيات. ارتفاع الاوكسالات نتيجه اضطراب استقلابي ايضا يشكل حصيات الكالسيوم اوكسالات. وجود ارتفاع السيستين في البول نتيجه مورسه مقهوره ايضا يسبب حصيات السيستين الوراثيه. والأشياء المتفرقة هي حالات نقص الحركة أو نقص النشاط الحركي نتيجة المديد، نتيجة أحيانا إصابات عظمية كحالات الكسور أو حالات الشلل، فتسبب انحلال الكالسيوم من العظام وخروجه مع البول فيسبب الحصيات. أظن ذكرنا هذا الموضوع أيضا بالأعراض والعلامات، إذا بذكروا حكينا على قصة المريض الشلل اللي مستخدم القسطرة كمان، وجود جسم أجنبي ومريض حركته قليلة بالأساس مشلول، فمن باب أولى تشكل الحصيات. فنحن لما نفهم الآليات تشكل الحصيات نتوقع عند المرضى أنه ممكن هذا المريض يكون عنده حصات. طبعا كل الأغذية الغنية بالأوكسالات في حالات السبانغ أو الشاي أو الكولا أو الكحول أو الحمضيات ممكن تسبب حالات تشكل حصيات الأوكسالات كالسيوم أوكسالات. حكي بس لك سؤال بس ممكن. نعم.
حكيم بالنسبة لداء باجت ممكن يسبب شخصيات كلوية. السؤال الأول. السؤال الثاني، في شيء شائع إنه المياه الكلسية ممكن تسبب فصيات، هذا في شيء له أساس علمي ولا مجرد كلام؟ لا، ما في أساس علمي لموضوع المياه الكلسية، يعني لأنه أنت بتأكل الجبن والبيض فيها كلس أعلى، لكن يختلف الكلس بين كلس عضوي وكلس غير عضوي أو منحل بالعضويات. بالنسبة لهذا بحجت جابك عليه في نهاية المحاضرة إن شاء الله. بالنسبة للفصائيات تحدث في الكلية أو في الحالب أو في المثانة. طبعا 90% معروف عالميا، 90% تقريبا أو يعني 85-90% هي ظليلة على الأشعة أو فصائيات فيها شيء من الكلس فتظهر على الأشعة غالبا راديو أوبيك. لكن في بلادنا بصراحة نسبة الحصيات الشفيفة على الأشعة هي يبدو أعلى، ويبدو أنه كمان في عندنا مدانة زيادة فما دائما تظهر بالصورة الشعاعية. فلذلك حاليا استطباب يعني رئيسي طبعا عالميا معنا هو الاستقصاء بالطبق المحوري، تحري الحصيات عن طريق الطبق المحوري، هو يعني جولد ستاندر في الاستقصاء الشعاعي لحصيات الجهاز البولي، لأن في قسم لا يظهر على الأشعة. في بلادنا تقريبا بين 20-25% ما بتظهر على الأشعة، وغالبا تكون المكون الرئيسي لها هو حمض البول، طبعا في سياق داء النقرس. في أغذية مشهورة أنه قد يكون لها دور مخفف لتشكل الحصيات، والأغذية الأخرى اللي ذكرها السبانخ والغنية بالأوزرات أو بعض أحيان الأدوية قد تكون سبب كتناول الكالسيوم بشراهة يعني أو بجرعة علاجية عالية، أو فيتامين د أو فيتامين سي قد تسبب الحصيات. طبعا نحن موضوع كمان الشاي، يعني هذا شيء شائع جدا في بلادنا، تناول الشاي أحد الأسباب، الفاست فود وكل شيء فيه بروتين، مكسرات واللحوم. بالنسبة لنظرية تشكل الحصيات تبدأ بزيادة إشباع البول من الشكل الأساسي أو النواة الأساسية لتشكل الحصات، بعدين تتحول بعد زيادة الإشباع وتشكل النويات إلى كريستالات، ثم تتجمع الكريستالات لتشكل المطرق، وبعد أن تشكل المطرق تتشكل الحصات. هاي الآلية الإمراضية لتشكل الحصيات. طبعا أنواع الحصيات أنواع كثيرة، وحتى أحيانا عند المريض نفسه ممكن تلاقي أكثر من نوع، لكن غالبا يكون نقص بنفس النوع، غالبا نفس النوع، لكن له علاقة في طبيعة الحياة وتناول الأطعمة والسوائل. طبعا نحن في بلادنا مثل ما بتعرفوا نادرا ما إنسان يشرب سوائل، وإذا شرب يعني يمكن كثيرين من حتى أنتوا سألت قسم منكم كم كاسة مي بيشرب اليوم، مين تتوقع أكثر واحد فيكم يشرب مي؟ ممكن حدا يجاوبني أكثر واحد منكم يشرب مي كم كاسة بيشرب اليوم؟ أنا بشرب لتر دكتور. ما شاء الله. غيره هل حدا بزيد؟ أنا بشرب لترين. لترين؟ أول مرة بسمع حدا بيشرب لترين مي. لترين؟ ممتاز والله. في غيره؟ في بلدنا أنا أول مرة بسمع حدا بيشرب لترين مي. حتى يعني اللي أول شيء زميلكم الغالب يعني بحدود اللتر، والغالب أقل من اللتر كمان. طبعا شرب ال إذا بتذكروا اتفقنا أنه كمية البول عند الإنسان الطبيعي المفروض تكون حوالي 1500 ملي، يعني لتر ونص. فإذا كمية البول بتكون بهالطريقة هاي، فمنين راح يجيب البول؟ يكون في سوائل كثير مدخول زائد، لكن للأسف غالبا ما في مدخول. وكثير من الناس خاصة في الشتاء بيسألوا كثير، وممكن من معارفكم أو بعضكم إنه بيشرب في الشتاء ممكن كاستين أو ثلاثة يعني مي فقط، وهي طبعا أحد الأسباب. طبعا في أسباب لها علاقة في العمل أو الدراسة أو عدم وجود بيئة مريحة بالنسبة لدخول الحمام، فكثير من الناس بيمنعوا عن شرب السوائل لعدم الذهاب في الحمام.
أو بعض الكبار السن نتيجة تنكس مفاصل أو نقص نشاط فيزيائي لسبب ما، فكمان بيخففوا شرب السوائل، وله دور كبير في بصراحة تشكل الحصيات. الأحصيات الكالسيوم أكسالات هي أشعة الحصيات، تقريبا 75% من الحصيات شكلها بيكون بني، وبتكون تسبب يعني البيلة دموية بسبب تخريشها للجهاز المفرغ. حصيات الفوسفات اللي هي نعتبرها أساس للحصات قرن الوعل ستاغ هورن، طبعا نتيجة إنتان، وجود إنتان في البول وبول قلوي يسرع من تشكل هذه الحصيات، حصيات قرن الوعل التي ربما تكبر كثيرا وتخرب الكلية دون أن يشعر المريض فيها. حصيات اليورات تكون عادة ملساء ومائلة إلى الصفار وغالبا متعددة وغير شفيفة على شعر، غير ظريفة على شعر، وتشاهد في سياق داء النقرس. الاستروفايت ستون نفس الموضوع، هي فيها مغنيسيوم وفوسفات وكربونات، فطبعا تحدث نتيجة الجراثيم القاسمة لليوريا كالكليبسيلا أو البروتوس. السيستين هي بتكون صفراء، صفراء اللون، صفراء لماعة بتكون، وممكن تتحول للون الأخضر أو قريب نتيجة تسليط الضوء، متعددة، ممكن تكون ظريعة شعب بس بشكل خفيف نتيجة وجود الكبريت فيها، عنصر الكبريت، وغالبا بيكون تتشكل في وسط حمضي عند الإناث، و يعني يستخدم ايضا القلونه في علاجها مثل ما بتستخدم القلونه ايضا في علاج حصيات حمض البول. الاكزانتين هي حصيات نادره جدا وتكون مائله الى اللون الاحمر. المظاهر السريريه لحصيات الكلويه، رقم واحد الألم أو الكولونج الكلوي اللي حكينا عنه في المرات الماضية، موضوع الأعراض والعلامات والتشخيص. الزاوية الضلعية، الزاوية الضلعية الفقرية أو الخاصرة أو المنطقة القطنية، بيكون ألم شديد جدا طاعن غير مستجيب لوضعية معينة، ينتشر إلى منطقة البطن أو إلى باتجاه الصفن وال مغبن، ممكن يزداد نتيجة الحركة، وغالبا العبارة الشائعة مريض الكولونج كلوي مقارنة مع بقية ألم البطن الحادة يرقص من الألم، يعني بيحاول يأخذ أي وضعية تريحه من الألم لكن الألم دائما يزداد، غالبا تترافق مع أقياء وعلامات هضمية نتيجة تشنج البواب. طبعا الأعراض الأخرى هو وجود البيلة الدموية أو بيلة قيحية نتيجة وجود إنتان، والحرارة إذا اختلطت بإنتان التهاب كلية وحويضة. العلامات هو المضض بالزاوية الضلعية، بيكون عندنا أثناء الفحص الرج الكلوي والنهز الكلوي، شايفين الصورة هاي مسميها الرج الكلوي، لما حدا منكم يعني قوي العضلات والبنيان وبده يجي يعمل هاي الحركة لمريض أو مريضة، ياريت بس بهدوء تنتبهوا لأنه الألم الكلوي يعني يثار جدا بحركة الكلية، يعني فكتير مهم أنه تكون يعني، وغالبا يفضل في البداية تتأكد أنت من الطرف السليم قبل الطرف المؤلم حتى ما تسبب بألم شديد للمريض، وتعرف ارتكاسه حتى الألم شلون بيكون. طبعا أحيانا قد نجس كتلة في الخاصرة، إذا جسينا كتلة في خاصرة إيش معناتها صار؟ هالحصات هاي سببت استسقاء كلوي أو هيدرونيفروزز، فنتيجة الانسداد وتضخم الكلية حتى نجسة، وتكون الكتلة هاي متحركة مع التنفس، فهي تشير أن الكلية تتحرك مع التنفس، والجس يكون في اليد، كلتا اليدين، وممكن نعمل قرع، في أصمية في القرع، وتكون الحواف ملساء وطريقة أولينة. أحيانا في هايبرتينشن، أحيانا في طبعا ارتفاع ضغط نتيجة الانسداد ممكن يسبب، وخاصة إذا ترافق مع التهاب كلي وحويضة مزمن
فأحد أسباب الرئيسية لارتفاع الضغط الشرياني المعروف هو التهاب الكلوي والحويضة المزمن اللي بترافق أيضا مع قصور كلوي. الحصية الصامتة، هلأ قبل شوي حكينا عن الحصية الصامتة، وهي غالبا بتكون من نوع ستاغهورن أو حصاد حالب نزلت من الكلية إلى الحالب، والمريض استخدم مسكنات بشكل قوي، وحين زوال الألم يعتبر المريض أنه نفسه شفي. هو لا ما شفي، لكن تسكن ألم وبدأت عملية تخريب الكلية بشكل مزمن حتى تتحول إلى الكلية، تتحول إلى جوف كيسي. البرانشيم غالبيته بتموت، بتحول بدل سماكة برانشيم جيدة إلى رقيقة وقشرية كقشرة البيض أو ما شابه ذلك، أو التهاب شديد، أو تحول إلى التهاب كلوي وحويضة صفراوي. بعد شوي يمكن أفرجيكم صورة شو معناتها التحول هذا. أحيانا طبعا مثل ما حكينا أنه التخريب بيتطور بشكل مستمر بالكلية، برانشيم الكلية، حتى تخرب بالسماكة وبالوظيفة نتيجة الإنتان، فرح تتخرب الوظيفة الكلوية. طبعا إذا كانت الحصيات ثنائية الطرف فقد يكون التظاهر الأساسي هو حالة القصور الكلوي عند المريض، اليوريميا يقصد بها القصور الكلوي. والمريض بيكون يعني جاي في مراحل نهائية حتى من القصور الكلوي، وغالبا يحتاج إلى ديال أو غسيل كلية. التظاهر الثاني ممكن يكون هو الانفكشن، إذا كانت غايبة الأعراض الأخرى. فالإنفكشن نقصد فيه حالة التهاب الكلية والحويضة المسبب بسبب الانسداد الحصوي. حالات أو اختلاطات الحصيات الكلوية، قبل قليل حكينا أن الحصات الكلوية ممكن تنزل الحالب وتسبب إلى كولنج كلوي حالبي نتيجة خروج العفو للحصات من الكلية إلى الحالب وتتحول إلى حصات حالب، أو تتسبب باستسقاء كلوي. استسقاء الكلوي طبعا له درجات رح نجي عليها في درس الانسداد، لكن بالأساس الانسداد الكلوي لما يكون حاد يحتاج إلى تدبير حاد، لما يكون مزمن يكون دخل في طور تخرب الكلية. طبعا الانسداد أو الهيدرونفروز لما بيختلط بإنتان بيتحول للبايونفروزز اللي هو تقيح الكلية أو خراج الكلية، بتحول قيح ممكن يتحول بعدها إلى خراج. وأظن فرجتكم يمكن بعض الأطباء يمكن بالمحاضرة على القيح اللي طلع من المريضة الحامل، يمكن شفتوا كيس القيح مو هيك. طبعا الأذية الأخرى، أذية هي حصات قرن الوعل اللي شايفينها بالصورة الثالثة، هي حصات قرن الوعل، طبعا تشبه بقرن الوعل، تشبه تشعباتها قرون الغزال، فبتأخذ هذا الشكل، ربما الشكل جميل لكن وضع المريض يكون سيء بصراحة، والكلية قيد التخريب نتيجة وجود جسم غريب. هذه الحصات هي جسم غريب عن الكلية بسبب الانسداد وبسبب الانتان، فبيدمر وظيفة الكلية، برانشيمال دامج. الاستقصاءات، طبعا الاستقصاءات في استقصاءات مباشرة نروح على الاستقصاءات الشعاعية، لكن قبلها في استقصاءات المخبرية. رقم واحد تحليل البول، بيهمني جدا أعرف في إنتان أو ما في إنتان عند المريض، أعرف في بيلة دموية أو ما في بيلة دموية، أعرف عند المريض موضوع في هل البول حمضي أم قلوي. عند الإنسان الطبيعي هل البول، سؤال الجميع، هل البول حمضي أم قلوي عند الجميع؟ البول حمضي بيكون. شد بيكون البي اتش تبعه؟ من 6 ل 6 ونص. نعم، من 5 ونص ل 6 ونص. تمام. إيه، فالبول حمضي لما بيصير عندنا حصيات كحصيات حمض البول أو الإكزانتي السيستين، فنحتاج إلى قلونة فوق 7 أو 7 ونص حتى يبدأ عملية تحلل الحصات في وسط قلوي. فكتير مهم أرقام، يعني
القلوية أو الحمضية للبول نعرفها حتى نعرف إذا كنا بنعالج بشكل صحيح أو كافي أو غير كافي بالنسبة لجرعة الدواء. طبعا الأشياء الأخرى اللي بتنطلب هي وظائف كلية كبول كرياتينين حتى نطمن وظيفة الكلية سليمة، لأنه غالب المريض بيكون متجفف وبيأخذ مسكنات فربما يأخذ أمينو جلوكوزيد فبيزيد الأزهية الكلوية. الأشياء الأخرى الكالسيوم، حمض البول بشكل أساسي، وفي استخصاءات أكثر تخصصية للبحث عن اضطراب استقلابي كالهرمونات أو الفوسفور أو اختبارات جمع البول 24 ساعة وتحري الكالسيوم وحمض البول داخله وبقية الشوارد. فهي أمور تخصصية، لكن نحن بالأساس المريض عنده أنتان أو ما عنده، البي اتش تبع البول، وظائف الكلية بشكل أساسي، هاي الاستقصاءات الرئيسية اللي بنطلبها. طبعا إذا كان مختلط في أنتان فكتير مهم جدا نطلب السي بي سي أو تعداد الدم الكامل لتحري وجود فقر دم. إذا كان المريض داخل بقصور كلوي ممكن يدخل بفقر دم نتيجة قصور كلوي مزمن، أو أنتان بولي عنده أنتان بولي حاد فمنلاقي ارتفاع بصيغة الكريات البيضاء مع انحراف باتجاه العضلات. وإذا عندي اضطراب حتى في أي مشعر من مشعرات الإنتانية كارتفاع سرعة التسفل أو ارتفاع سي آر بي، فكل هذا نكون احنا واعيين نطلب الاستقصاء حسب الحالة السريرية للمريض. وإذا كان احنا عندنا أي تداخل جراحي ممكن نكمل في الاستقصاءات اللي بنحضر المريض فيها للعمل الجراحي. الاستقصاءات الشعية يعني الحجر الأساس حاليا وعلى الأقل في بلادنا هو الألتراساوند. الألتراساوند هو مثل السماعة بالنسبة لطبيب البولية، هو الإيكو. على الأقل ممكن نشوف الحصات، إذا ما شفت الحصات بشوف أثار الحصات كان لحالة الانسداد، وإذا وجود أي استسقاء في الكلية ممكن يشير إلى عائق انسدادي، أو أشوف الحصات نفسها ضمن الجهاز المفرغ في الكلية. فهو مبدئيا هو المشعر الأساسي وقد يكون متوفر وسريع وسهل الاستخدام وغير مكلف وغير مؤذي لأي مريض، يعني كان طفل أو كبير أو كانت مريضة حامل أو غير حامل. الاستقصاء الآخر المكمل للإيكو هو صورة الكيوبي، الكيدني يوريتر بلادر، الاختصار تبع الكيو بي هي حالة البطن، صورة البطن والمريض في وضعية الاسترقاء. ويفضل إذا كان المريض بدين أو ممكن يكون عنده غازات تكون الأمعاء شبه فاضية بحيث أنه تكون ضغطها أعلى. ولما تكون صورة الكيو بي مثالية مع ألتراساوند مثالي فهي تغني عن بقية الاستقصاءات غالبا إذا كانت حصاءات كلسية. طبعا مثل ما حكينا حصيات السيستين والحمض البول صعب رؤيتها في الأشعة البسيطة الكيوبي، نلجأ في بعض الحالات للـ IVU intravenous urogram. لكن الـ IVU أو الـ IVB حقيقة التغى يعني بتشخيص الحصيات. ممكن تدرسوه أنتم بالأشعة، وأظن يمكن سعد الدكتور أحمد بدرسكم إياه، لكن بالنسبة لنا كجراحين بولية صار يعني الأذى أكثر من الفائدة تبعه. فشبه تقريبا الأطباء بيشتغلوا بشكل علمي نادرا ما يطلبوه إلا بحالات محددة جدا يعني. فنحن نلجأ بعد الألتراساوند والكيوبي مباشرة للطبق المحوري الحلزوني دون حقن. دون حقن هاي بتحطه تحت 10 خطوط، لأنه الحقن نستخدمه بالطبق المحوري للتفتيش عن بشكل أساسي عن الأورام، نادر ما نستخدمه من أجل الحصيات لأنه المفروض نحن يعني الحصات لو ظليلة أو غير ظليلة بتظهر على الطبق المحوري فما في داعي للحقن وزيادة أذى الكلوي. طبعا تعطينا الصورة الظليلة إذا عملناها وبالغلط، ورح تشوفوا هاي الخطأ الشائع كتير في البلد ولا تجادلوا كتير، إذا تعلمتوا في المشفى بس تعلموا لما بتشوفوا صورة ظليلة فغالبا اللي طلب يعني في مشكلة في تحديث معلوماته أو تطوير معلوماته تطوير مقاربته للمريض. تعطينا فكرة عن وظيفة الكلية.
لكن قد تكون الفكرة مغلوطة، وخاصة في حالة الكولاج كلوي حاد. أنت أي مريض عنده كولاج كلوي حاد تعمل له صورة ظليلية راح تظهر الكلية غير وظيفية. ليش؟ هي في حالة شك الكلية وما خرج تفريز ومتوقف عملها مؤقتا، راح تظهر كلية غير وظيفية، وهذا الكلام غير صحيح أو غير دقيق. لذلك ما كتير راح تفيدك في المعلومات غير أنك تزيد الأذى على الكلية بالأساس مأزية نتيجة الانسداد أو الانتان أو الكولاج كلوي الموجود. طبعا الطبق المحوري هو الـ investigation of choice أو الجولد ستاندر لأي حالات تحصي جهاز بولي وصفي، فنطلبه الطبق المحوري ثلاثي الأبعاد دون حقن للبطن والحوض، يعني حتى نستقصي الكليتين والحالبين والمثانة والبروستات. طبعا معظم الحصيات هي مشاهدة في الطبقة المحورية، ما عدا حصيات الإندنافير، هي حصيات الأدوية الفيروسية ممكن ما تشاهد، لكن هي بالأساس هذه الحصيات نادرة جدا جدا، والأدوية هي نادرة ما تستخدم في بلادنا. الاستخصاءات الأخرى، قبل شوي حكينا على موضوع الاستخصاءات كالكالسيوم والفوسفات واليورات أو اليوريك أسيد، وظائف الكلية البارث هرمون والكلاين فوسفاتاز. وبالنسبة للبول المهم فيه البي اتش مثل ما حكينا، ووجود انتان كالتشر عن سنسيفتي، اذا في عندي اي انتان لازم اميزه، واذا في عندي بيلة دموية، لأن وجود بيلة دموية ممكن كمان تشير لوجود ورم جهاز بوفر ماني انا شاعر، فلازم اتأكد انه في عندي ورم ام فقط السبب هي الحصيات اللي بسبب بيلة دموية. الكيوبي مثل هاي الصور، صور مثالية أو نموذجية لحصات كلية أو حصيات كلية شايفين بالطرفين، فتكون صورة مثالية. رح نعطيكم هلا بعد شوي صور من أرض الواقع أو من مرضى نشوفهم بشكل يومي، ويمكن فرجينا بعض الصور لزملائكم، والبعض بس اللي ماضي شاف بعض الصور. طبعا بالجولات السريرية أنتوا رح تشوفوا كل الأنواع، ورح تشوفوا حصيات يمكن ما شوفوا لا طلاب ولا ناس في الدنيا مثل ما هي موجودة في بلادنا. طبعا الطبق المحوري هذا اللي بنحكي عنه، الطبق المحوري شايفين حصيات الناعمة اللي موجودة في الطرف يسار الصورة هو الأيمن بالنسبة للطبق المحوري، تعرفوا يمكن تقروا يسار الصورة هو اليمين، فكنوا شايفين الكبد أو محل السهم الأخضر فوق، فهو بشير لحصات صغيرة في الكلية اليمنى وحصات حويضة يمنى أيضا. بالنسبة للصورة تحت هي صورة إيكو، شايفين الإيكو بيعطيني ظل كلسي أو عالي الصدى الأبيض، وراء شادو نسميه شادو أو ظل لديد انقطاع الصوت وراء ارتداد الصوت خلف الحصات، فبيعطي المظهر الوصفي. وواضح كمان الهيدرون فروزيس بالصورة على الطرف اليمين، واضح أنه جهاز المفرغ متوسع درجة أولى بين الكويسات الكبيرة بشكل واضح في الصورة. هاي الـ IVB أو الـ IVU بيعطينا الفكرة عن وظيفة الكلية، لكن ما دائما ممكن تكون الكلية غير وظيفية مثل ما ملاحظين بهالصورة. هاي الصورة هاي كلها حصات اللي مشاهدة في السهم البرتقالي، هي حصات والكلية غير وظيفية، لكن قد يكون هذا الكلام غير صحيح أو غير حقيقي، أنه لا الكلية شغالة بس ما فرزت نتيجة وجود انتان، وجود كولانج كلوي، وجود انسداد. الصورة تحت هو ريتروغريد بايلو يوريثروغرام، فهي هي تصوير راجع للطرف الأيمن للحويضة والحالب، بيظهر فيه حصيات أو عيوب امتلاء. عيوب امتلاء قد تكون هي حصيات حمض البول أو حصيات شفافة، وقد تكون أورام. فلذلك ما كتير الدقة نحن في موضوع الـ IVB أنه دقيق، ولكن بيعطيني تفسير لوجود عيب امتلاء إذا كان في إفراز أو عملنا تصوير بالطريق الراجع. والتصوير بالطريق الراجع هو أقوى من صورة الـ IVB، لأنه لو ما فرزت الكلية أنا بأخذ معلومات عن الجهاز المفرغ بشكل راجع، أنا بحقن بإيدي المادة الزرية ضمن الحالب. الصورة على اليسار هي حصات أو مظهر رأس الكبرى، حصات أوسط حالب
واضح انه في عندي توسع اعلى واسفل الحصات بشكل راس الكوبرا، حصات اوسط حالب، ومثل ما شايفين في حاله الانسداد وتزوي في اعلى الحالب واستسقاء بالكليه. طيب علاج حصيات كلويه، في عده مقاربات مختلفه. عادة بنحكي على العلاج الدوائي، خلينا نعتبر أول شيء نحكي على العلاج الدوائي اللي هو في البداية بعد تسكين الألم وإعطاء السوائل للمريض وإعطاء علاج قد يكون عرضي، إذا كان عندي مريض أقياء لازم أعوض له السوائل، أخفف الأقياء، أعطيه تسكين ألم جيد. طبعا بالتحاليل والاستقصاءات إذا كان عندي أنا البول حمضي أقل من 6.5 حصيات حمض بول أو حصيات سيستين، فالمفروض أعطي المريض أورال بيكربونات أو بوتاسيوم سيترات حتى أقلون البول. طبعا الفكرة الأساسية أنه معظم الحصيات تحت 5 ملم رح يصير فيها عندها عبور عفوي أو مرور عفوي أو خروج عفوي من الجهاز المفرغ، فهي تحتاج فقط إلى المراقبة وممكن يشجع المريض على شرب السوائل وتسكين الألم. طبعا 5 ملم بس مشان نكون بالصورة، غالبا الحصيات الصغيرة قد تكون مؤلمة أكثر من الحصيات الكبيرة الحجم، فلذلك ننتبه أنه نحن ما القصد دائما تسكين الألم مقدم في هذه المرض، بس أنه أنا أكون شخصت أنه المريض كولانج كلوي لازم أسكت له الألم بشكل صحيح، ممكن نحتاج إلى الناركوليد يعني أو الأفيونات لتسكين الألم أو مضادات الالتهاب الاسترويدية. طبعا الخروج العفوي يعتمد على حجم الحصات وشكل الحصات وموقع الحصات، كله هذا مهم. هذا كله ممكن ناخده نحن شكل الحصات وموقع الحصات وحجم الحصات في الطبق المحوري. طبعا احيانا نستخدم لتشجيع المرور العفوي في الكولانجات الحادة حاصرات ألفا، اللي هي نفسها بنستخدم حاصرات ألفا في علاج ضخامة البروستات الحميد، فممكن تعمل توسع في أسفل الحالب وتساهم في مرور الحصات العفوي. طبعا نشجع المريض على الإماهة بشكل جيد حتى نساهم في المرور أو الخروج العفوي للحصات. هلأ التدابير الأخرى الجراحية، التدابير التداخلية، هي في الجراحة المفتوحة أو التقليدية، وهو الشائع في بلادنا، وهو الذي بطل أيضا في كل دول العالم ما عدا في بلادنا أو البلاد المتخلفة نتيجة نقص المعدات، فغالبا نلجأ إلى الجراحة المفتوحة، لكن هي تقريبا التغت. العلاج الأشعة في كل دول العالم تشخيص الباكر، حصيات صغيرة، فالمينيمال انفيزيف ابروش او تداخلات قليله الغزو، فمن اشهرها هو تفتيت الحصيات من خارج الجسم، اكسترا كوربورال شوك ويف ليثوتريبسي او البي سي ان ال، بيركيتينوس نيفرو ليثوتريبسي او اليتروسكوب مع ليثوتريبسي. فكل هذا اجراءات صغيره قابله ل استئصال حصيات الكلية واستخراجها أو تفتيتها والخروج العفوي، وقد نستخدم أكثر من طريقة مع بعض من الانفيزيف حتى نستطيع تخليص المريض من كافة الحصيات الموجودة. طبعا بالنسبة لأنواع التداخلات الجراحية مثل ما حكينا على البي سي ان ال، هو التفتيت عن طريق تنظير الكلية، تنظير الجهاز المفرغ، بعد ما نعمل نحط النيفروستومي ونوسع ندخل منظار ونعمل تفتيت للحصيات الموجودة. ممكن أحيانا ندخل منظار مرن إذا كان في حصيات علقت في الكويسات الصعبة اللي ما بوصل للمنظار القاسي، وممكن أيضا نجري تنظير حالب المرن ممكن يوصل لأي كويس أو الكويسات الأساسية المتوسطة والعلوية في الكلية. والتفتيت من خارج الجسم طبعا في أجهزة عديدة موجودة في السوق، يعني طبعا أول أجهزة تم اختراعها في ألمانيا نتيجة تطوير الأجهزة اللي خاصة أو متعلقة في الطيران وتأثيرها على الأجسام الأخرى، فاكتشفوا أنه صدى الصوت القوي بيسبب في تفتت المعادن وبنفس الوقت تفتت الحجارة،
فجربوا أو حولوا أو طوروا باتجاه تفتيح صياد الكلية عند الإنسان. الجراحات المفتوحة طبعا أنواع كثيرة، من استخراج الحصاد عن طريق الحويضة، أو استخراج الحصاد عن طريق الحويضة الممدد أو الموسع، أو استخراج الحصيات عن طريق شق البرانشيم الكلوي نيفروريثوتومي أو النيفروكتومي، وهو للأسف الشديد النيفروكتومي أو استئصال الكلية هو نتيجة لإهمال شديد، إهمال طبي وأهمال من المريض لوصوله لمرحلة تفرغ وظيفة الكلية ودخوله في الاختلاطات الشديدة للحصيات الكلوية وفقدان وظيفة الكلية، وغالبا ربما قد تكون حصيات قرن وعال وخربت بشكل بطيء الكلية، أو حصيات سادة في الحالب وخربت الكلية بشكل طبعا لأسباب عديدة. موضوع التأخر في علاج الحصيات في بلادنا وكثير بلاد لاعتماد كثير من الناس على الخرافة وعلى بعض الأدوية غير مثبت فائدتها أعتبر، وعلى الوصفات الشعبية يعني، فكثير بتشوفوا عند أي بلد أو أي مكون اجتماعي ثقافات متعددة حول العالم حول استخدام الوصفات، لأنه داء الحصيات هو داء أو مرض قديم منذ بداية الإنسان ومكتشف يعني في الآثار المصرية والآثار الصينية وجود الحصيات، فكتير مهم جدا أنه نعرف أنه هذا داء قديم وفي كتير خزعبلات في علاجه في الأوساط الشعبية. كونوا أنتم أطباء صرتوا في القرن 21 لازم تعلموا الطريقة الصح لعلاج الحصيات، ونتأكد نحن بالاستحصاءات وجود أو عدم وجود حصيات، وحتى لما المريض بيروح يفتت المفروض بعد ما ينتهي من التفتيت نأكد له بصورة شعاعية أنه هو صار خادم الحصيات، ما أنه إذا راح فتت مرة خلص معناته ما بقى في حصيات. لو راح الألم، غياب الألم ليس دوما مرتبط بزوال الحصيات، نحن دائما لازم مثل الأدلة الجنائية نثبت بالصورة أو بالدليل عدم وجود الحصيات بعد المعالجة. النيفروثيازيز المينيم انفيزف، هم بنحكي عن المينيم انفيزف كالبي سي ان ال. طبعا المعالجة المحافظة حكيناها المرة الماضية هي تتضمن الفلاش ثيرابي، نسميه إماهة جيدة للمريض مع مدرات مع استخدام الأنتي انفلاماتوريز كمضادات وزمة ومسكنات ألم بنفس الوقت، والأنتي سباسموديك كمان، هاي ملحوظة مهمة جدا لكم، ما بدي أشوف طبيب بكرة في الإسعاف بيعطي ديكلوفيناك وسباسفرين مثل ما بيعملوا التمريض. كل التمريض في البلد بيعطوا ديكلوفيناك مع سباسفرين. ليش أعطي سباسفرين؟ يخيو مشان يفك تشنج الحالب، ما راح يفك تشنج الحالب، راح يزيد الإقياء، المريض أبي يتقيا وراح تزيد له الإقياء في موضوع تعطيل الأنتي سباسموديك، ليس له فائدة نهائيا بغض النظر شو مكتوب في الـ RBC أو لا، ما له فائدة نهائيا. نحن إذا بنعطي المريض نعطي نانوستريدر أنتي إنفلاماتوريز إذا ما في ضد الإصطباب، حكينا عن مضادات الإصطباب الأساسية، ما في خصور كلوي، ما في المريض عنده ربو أو تحسس للمادة، ما عنده داء قرحي أو أزية قرحية أو تنازل قرحي، ما سبب له انثقاب داء قرحي. المضادات التشنج اللي بنعطيها نحن بنعطي قبل شوي حكينا على حاصرات ألفا، هي موسعات البروستات أو موسعات أسفل الحالب لوجود المستقبلات ألفا في مثلث المثاني والبروستات وأسفل الحالب بغزارة، فنستخدم حاصرات ألفا اللي تساهم في توسع أسفل الحالب. طبعا تنظير الكلية مثل ما كنتم شايفين موقع الكلية في الخاصرة، ندخله عن طريق الظهر بقصرة نيفروستومي ويتم التوسيع ثم إدخال المنظار وتفتيت الحصيات واستخراجها. طبعا الشيء اللي بنحكي انه هي بزيل الحصيات الكبيرة وممكن نحتاج لأكثر من جلسة حتى نستخرج الحصيات. طبعا التكسير ممكن يكون ميكانيكي او بيكون عبر الليزر حسب الشيء المتوفر في المشفى، وغالبا ما يساهم اكثر من نوع لاستخراج كامل الحصيات، لانه ممكن الميكانيكي يكسر الاقطاع الكبيره الاقطاع الصغيره، والليزر هو يبخر الباقيه وممكن ادخال المنظار المرن لكويسات اللي زاويتها صعبه لا يمكن وصول الى عن طريق المنظار الصلب.
الطوبات الضغطان بيسنيل. تفضل في حدث عطي سؤال. نعم، وين الإشكال بإعطاء المضاد التشنج اللي ذكرته مع الديكلوفيناك؟ يعني إشراك مضاد التهاب الأستيرويدي مع مضاد التشنج الغلط إلا بالنوع الدواء اللي ذكرته؟ لا، الدواء مضاد التشنج غلط، ما له لازمة، ما رح يساهم غير في أعراض الهضمية، زيادة الأعراض الهضمية عند المريض، وشائع وموجود حتى يمكن مكتوب في الار بي سي. فيعني انا بتمنى انه اذا سالت حدا منكم يجيب لي سيره الانتي سباسموتيك، يعني لانه هذا استخدام تمريض يعني ليس له فائده ابدا. والفائده نحن ذكرنا بحاصر الفا، وليش الاستطلاع حاصر الفا؟ لوجود مستقبلات الفا في مثلث المثاني واسفل الحالب، تمام؟ فما له استخدام المضادات التشنج الانتي كولينرجيك عم بحكي، ما له فائده الا انه المريض عنده غثيان بتحوله لاقياء، او عنده اقياء بيزيد الاقياء عنده. تمام. الله يعطيك العافيه. الاسطوبات طبعا حصيات اللي بدها تداخل جراحي او بي سي ان ال، هي حصيات اكثر من 2.5 سم متعدده، وجود أو لم نستطع إزالتها أو تفتيتها عن طريق خارج الجسم. طبعا خارج الجسم هو أقل غزوا، مجرد أنت المريض بتحطه على الجهاز وتفتت، لكن ليس كما يحدث في بلادنا. بتحط المريض، بتعير له الوقت ربع ساعة أو نص ساعة، إيش بياخذ المريض جرعات، وين بتسدد على البحصة، رب العالمين فقط بيعرف يعني وين بتسدد. وطبعا يما أجانا اختلاطات سيئة بسبب عدم وجود مراقبة شعاعية صحيحة. جهاز تفتيت من خارج الجسم فيه مراقبة شعاعية صحيحة، لازم انت تتأكد من تسكين المريض بشكل جيد. إذا المريض مو مسكن، نحن حكينا على حركة التنفس لوحدها كافية لأنك تخرب لك محور أو محرق الموجات الصادمة، فممكن ما يستفيد المريض أبدا إلا أزيد الأنسجة بشكل غير مقبول. اختلاطات طبعا للبي سي ان ال هو النزف، ممكن يكون نزف شديد يعني، وممكن الشيء الثاني هو ثقب الجهاز المفرغ او حدوث انتان. طبعا ممكن يكون انتان سبب رئيسي، خاصه وجود انتان في الكليه او الحصيات. وممكن كمان ازيد الاعضاء المجاوره في منظار الكليه، ممكن ازيد الطحال او ازيد الكولون، شائع جدا انه يصير نتيجه ثقب الجهاز المفرغ. انت اذا ضمن الجهاز المفرغ غالبا ما بيكون اذيه، لكن اذا انثقل الجهاز المفرغ عندك وما انتبهت، فممكن تاذي الانسجه المجاوره وخاصه الطحال والكولون والامعاء الدقيقه. المينو انفيزف كمثال عم نحكي عن الاس دبليو ال، هو الاكسترا كوربورال شوك ويف ليزوتريبسي. هو بيستخدم طاقة مركزة إلكتروميجانيتيك، يعني كهربائية مغناطيسية، الأمواج بيستخدمها بتطلع من المحرك، تمام، باتجاه محرق بيكون موقع الحصاد. طبعا بناخذ وجود جهاز شعاعي قوسي، بناخذ بعدين، بعد الأمامي الخلفي والبعد، حتى ناخذ نحصل على بعد الثالث عمق الحصاد. وغالبا نحتاج اصغر حجم ممكن بحيث انه يسهل خروج العفوي عن طريق البول. الحصيات الكبيره بتطلب اكثر من جلسه تفتيت. طبعا مثل ما كنا شايفين المريض مشطح، وبيتم تسليط الموجات الصادمه من خارج الجسم يعني على المحرق اللي هو بتركز عنا على الحصاد. طبعا ميزاتها انه ما يحتاج تخدير، بس بيحتاج تسكين الم قوي، ما يحتاج تخدير عام القصد الا الاطفال، لكن يحتاج الى تسكين الم جيد. ما في تسكين جيد ما في نتائج جيده. اي اجراء بتعمله حتى لو ختان، اذا ما كان المريض او قصره بوليه، خلينا نعتبر اذا المريض غير مسكن فما بتكون نتائج جيده، ممكن يؤذي المريض حاله او تكون الاجراء تبعك مؤذي. لازم يكون حجم الحصيات اقل من 2.5 سم، الحصيات الاكبر من 2.5 يعني لا يفضل، لانه راح تحتاج عدد كبير من الجلسات ممكن ما تتفتت. الحصيات القاسيه ما بتتفتت. ممكن طبعا نعيد نحن جلسات كل اسبوعين او ثلاثه حسب نوع الجهاز، حسب الشده اللي تعرض لها المريض، حسب الاثار الجانبيه عند المريض. طبعا حصيات كبيره يفضل اجراء وضع قسطره حالبيه تجنب الانسداد اثناء التفتيت وخروج حصات كبيره الى الحالب. الاختلاطات
وجود هيماتوم أو ورم دموي حول الكلية أو في الكلية، وجود بيلة دموية وقد تكون غزيرة، أحيانا ممكن حتى تتفتت الكلية، يعني إذا كان المحرق غلط فممكن حتى الكلية تتفتت إذا كان مركزة على الحصاد. ممكن نأذي الأعضاء المجاورة نتيجة هذه الصدمات إذا ما كانت كمان مركزة، وممكن الحصيات هاي تعلق في الحالب زي ما حكينا، وتسبب شيء اسمه الشارع الحصوي ستانستريس، يعني معروف الألماني لأن طبعا جهاز التفتيت أول ما اخترعوه هن الألمان شركة دورنير. مضادات أصطباب التفتيت مخارج جسم الحمل، وجود أم دم أبهرية، وجود حالة سيبسيس حالة إنتان ممنوع، أو قصور كلوي لأنه إذا في قصور كلوي ما في عندي إدرار كافي لأنه يشطف الحصيات الناعمة اللي راح تتفتت. طبعا من ضمن المينيمال إنفيزف هو الهوليوم ليزر ستون سيرجري مع وجود الفليكسبل بايلو يوتروسكوبي. احنا شايفين المنظار المرن اللي موجود هون بالصورة هو منظار دخل من الإحليل باتجاه الحالب وصل للكويسات حصات صغيرة، فممكن فتتها عن طريق الليزر ونسحبها أو يعني بالليزر تتأخر بشكل كامل ونركب القصرة مثل ما كنتم شايفين. القصرة اللونها زرقاء في الطرف الصورة اللي على يساركم هي القصرة الدبل جي أو القصرة المعكزة، باللغة العربية القصرة المعكزة بسموها، فهي القصرة الدبل جي بتتركب لمنع الانسداد اللي ممكن يحصل في الحالب. طبعا نحن بالنسبة لنا بشكل أساسي موضوع تسكيل الألم جدا مهم، أهم شيء في الكولانج كلوي مجرد تشخص كولانج كلوي سكن ألم المريض. والشيء الثاني حاول إذا شخصت الحصيات عند المريض لأول مرة حدد من مدخول البروتين والملح ملح الطعام، هي أهم شغلتين تحرمه من البروتين وملح الطعام. الشيء الآخر أنه إذا كان في إنتان ضروري جدا ضروري جدا إذا في إنتان فلازم لازم تعمل درينيج أو تصريف للبول لخارج الكلية أو الجهاز البولي عن طريق قصرة خارجية أو قصرة داخلية. القصرة الخارجية هي اللي اسمها بيركيوتينوس نيفروستومي أو فغر الكلية نيفروستومي، أو طبعا بيركيوتينوس نيفروستومي تيوب، أو يوريترال ستنت هو القصرة الحلبية المعكزة اللي موجودة أمامكم بالصورة. هي أحد الطريقتين اللي لازم نحن نصرف في حال وجود إنتان، نصرف الاستسقاء الكلوي الموجود أو القيح الموجود في الكلية، وإلا الكلية باتجاه التخرب، وكثير يعني سبب رئيسي جدا لأن نشوف تخرب الكلية إهمال تصريف الكلية وتأخر المريض عن طلب المساعدة أو العلاج بطريقة خاطئة. علاج الحصيات بالطريق الجراحي المفتوح مثل ما حكينا قبل شوي في أنواع هي صراحة الحصيات عن طريق الحويضة، فهي بتكون حصات أو الحويضة خارجية وكبيرة الحجم أو فيها استسقاء، وسهل عن طريق الحويضة فقط هو استخراج الحصات دون الداعي لتوسيع الجرح أو شق في الحويضة. الإكستندد بايلوليثوتومي نوسع جرح الحويضة باتجاه البرانشيم الكلوي، فيصير أذى أو قص للبرانشيم الكلوي حتى تخرج الحصات، وخاصة نستخدمه في حال وجود حصيات قرن الوعد. النيفروليثوتومي بصراحة نادر ما استخدمه، بس أحيانا نضطر إذا ضمن كويس وعلاقة الكويس صغير حتى ما تسبب بنزف فنضطر، وفي استسقاء أو رتج ممكن نستخدم الارتجاع من البرانشيم بشكل مباشر. نيفروليثوتومي أو النيفروبايلوليثوتومي هذا مثل ما حكينا قبل شوي الستاك هورن أو حصيات قرن الوعل بنشيلها، والبارشل نيفروكتومي إذا كان ضمن كؤيسات ميتة أو يعني مستسقي ومترقق القشر بشكل جديد ممكن نستأصل الكلية القسمي، أو البنش سيرجري. يعني بصراحة يعني هون رحنا باتجاه يعني
الأشياء الخارقة للعادة، يعني ما أظن حدا بيستخدم التقنية، هي بسموها جراحة الطاولة، بتطالع الكلية كلها بتستأصلها الطاولة بعدين بترجع تزرع الكلية يعني. فأشياء ما أظن في هالأيام حدا بيشتغلها. طبعا هاي حالة الجراحة نيفروليتوتومي يفضل الجرح يكون على خط مسميه خط برودل. خط برودل هو بعيد 1 سنتيمتر على الوجه الوحشي للكلية عن الخط الظهري، شايفينه ممكن منقط بالصورة، فهو أقل منطقة فيها توعية بالكلية وأقل نزف ممكن يحدث في الكلية، فالاستقراج حصيات حمض البول. الأوبن باليوريتومي هو استقراج حصيات حويضة موضح في الصورة اللي على يمينكم، وهي الطريقة اللي طبعا عم نحكي على تقنية بينش. نحن في طرق أخرى ممكن نفسها الاستخراج الأوبن نيفروليتوتومي، نعمل تبريد للكلية بنفس الموضع، تبريد للكلية بالسيروم ملح المجمد، سيروم ملح المجمد، ومنقطع التروية عن الكلية وبنفتح هذا الشق بحيث أنه ناخذ راحتنا في بدون نزف نهائيا، وما بتسبب نقص التروية. الكولد إسكيميا ما بيعمل أذية الكلية بسبب انخفاض الاستقلاب، وممكن ناخذ راحتنا في العملية 2 إلى 3 ساعات دون أن تحدث أي أذية، بينما عند قطع التروية على الكلية بحدود 10 دقائق تفقد الكلية وظيفتها وتبلش فيها النخر الأنبوبي. عصيات الكلية لا ماشي الحال. هاي تقنية بينش مشروحة تحت كدني is removed temporarily cooled by ice packs stoned removed kidney replaced in iliac fossa. طبعا إذا بنرجع الكلية لما نستأصلها بتقنية بينش بنرجع نزرعها بالحفرة الحرقوفية للجهة المقابلة لما كان الكلية المستأصلة. دكتور معلش تلخص لنا علاج الحصيات، يعني مثلا خط اول خط ثاني نعم موجود لكنكم مقاومون تستعجلون. اتفقنا نحن في البدايه التسكين الالم رقم 1 تمام، الإماهة تمام، اذا في سبب دوائي او قابل للعلاج الدوائي بنعطي ادويه تمام. اي تمام، حصيات حمض البول او سيستين نعطي قلوني بيكربونات او بوتاسيوم سترات ماشي. هلا في بعض حصيات الكالسيوم في ناس بتعطي الهيدروكلورتيازيد لتخفيف الكالسيوم في البول، وفي حال زياده الاوكسالات يعني زياده الاوكسالات في الدم نعطي الكالسيوم ايضا لتخفيف امتصاص الاوكسالات من الامعاء. الأشياء اللي بتمر بشكل عفوي بنساعد على المرور العفوي بإعطاء حاصرات ألفا لاكتاز، نفس الأدوية اللي بنعطيها في البروستات. في نهاية المحاضرة رح نحكي عن حصيات الحالة. نعم تفضل. تفتيت الحصى يعني خط أخير، هالجراحة هو خط التغى، الجراحة اعتبروها التغيت، لكن في بلاد متخلفة مثل بلادنا موجودة تمام. الجراحة المفتوحة أيوة اللي هي شائعة في بلادنا هي التغيت في كل دول العالم، ألا في البلاد المتخلفة موجودة. كل شيء بينشغل بطريقتين في دول العالم أو 3 طرق، هي المينيمال انفيزيف اللي حكينا عنها قبل شوي، نادرا جدا ما يلجأوا هون في مينيمال انفيزيف، تذكروها واضحة هون بالصورة، أرض واضحة هون مينيمال انفيزيف في 3 أشياء ESWL BNL يوتروسكوبي، تنظير حالب أو منظار كلية أو تفتيت من خارج الجسم، هذا الموجود تمام دكتور. جراحة مفتوحة التغيت، لكن نحن عم نحكي يعني أو رجعنا لهي محاضرة قديمة وعن جراحة مفتوحة أحد الخيارات، لكن هي التغيت يعني سبب تقدم التقنيات الموجودة في العالم حول العالم للتعامل مع الحصيات، لأنه ناكس وناكس بشدة. فإذا أنت طبعا في كتير ما أعرف إذا شفتوا أو أبداومه في كتير مرضى عمية عمليات على الطرفين، يعني أنت كم مرة بتعمل عملية للمريض، والعملية طبعا فيها مخاطر. طيب حكي ممكن سؤال بس هوني تفضل.
يا حكيم، بالنسبة لتفتيت الحصيات عبر الجلد أو ممكن مثلاً BCNL، طيب هم بصير تخريب للقشر الكلوي؟ طيب ممكن مثلاً يصير نزف على المريض اختلاطاته ممكن أو هيك؟ طبعاً ممكن يصير نزف، لكن أنت لما بتدخل بالطريقة الصح بكون الاختلاطات بالحد الأدنى. لكن أي عمل جراحي أنت لحد ما هدو كورتيزون أبطاطي أو بروتيزون ممكن تحسس من هدو كورتيزون المريض؟ طبعاً ممكن. فبالطب ما في شيء في لكل شيء في إيجابيات في سلبيات، دائماً في الطب لسه محاكين المحاكمة بين الصواباً والأقل سوءاً أو أقل أذية للمريض. فدائماً هي يعني وأحياناً بعض الخيارات طبعاً المريض نحن يعني المفروض يشرح هذا كله للمريض، والمريض هو في الخيار طريقة. طبعاً العلاقة موضوع الخيار المريض أو تخيير المريض العلاقة كمان بوعي المريض وثقافته. يعني في بلاد برا كتير بتدخل المريض في اختيار طريقة العلاج، طبعاً إذا كان في مناورة لطريقة العلاج. طبعاً في أمراض هي علاجها محدد وعلاج أساسي أو رئيسي، وقد يكون علاج بصراحة يعني سيء أو ضخم جداً أو مؤثر على طبيعة الحياة، لحق المريض أنه يرفض العلاج. يعني سيئة الحالة طبعاً إذا في أسئلة ممكن آخر المحاضرة مشان ما نتأخر عليكم. وإذا في شيء ما جاوبنا عنه ممكن حدا يعطي لمحمود دبيسي يبعث لي. الحصيات غالباً إذا تنشأ كلوي حصية الحالب تنشأ عادة من الكلية وبتنزل باتجاه الحالب، لكن ممكن تعلق في الحالب أو تنحشر في الحالب وتسبب أذى مديد أو أشد من مكانة في الكلية نتيجة الإصقاء ونتيجة اختلاطها في إنتان. طبعاً نفس طبيعة الحصيات اللي موجودة هي في الكلية هي الحصيات الموجودة في الحالب، وغالبا إذا انحشرت الحصات بنحشر في أماكن تضيقات الأساسية المعروفة. أماكن التضيقات الأساسية المعروفة هو الوصل الحويضي الحالبي رقم واحد فوق شايفينه في الترتيب. طبعا هذا سؤال يعني إذا سألتوه وعدد تضيقات الحالب اللي ممكن تنحشر فيها حصات الحالب فهي موجودة عندكم خمس تعدادات، هو الوصل الحويضي الحالبي، تقاطع الحالب مع الأسهر أو الرباط العريض عند النساء، تقاطع مع الإليك آثري مع الأوعية الشرسوفية عند دخوله على الحوض، والوصل الحويضي وصل المثاني الحالبي. هاي أشياء الأماكن وأشياء مكان بتنحشر فيه الحصات هو تضيق هو الوصل المثاني الحالبي. أضيق مكان هو المكان السفلي. تمام. طبعا المكان الأخير هو صماخ الحالب، لكن غالبا بيكون سهل الخروج إذا عدت من كل الحالب بقت هون غالبا تخرج بسهولة إن شاء الله. فهي الخمس تضيقات مذكورة لتضيقات الحالب التي قد تسبب انحشار الحصات الحالب فيها. طبعا المظاهر، المظهر الأساسي هو الكولانجي الكلوي غالبا شديد جدا شديد وشديد وكولانجي يعني متردد يهدى قليلا ويشتد مرة أخرى وينتشر باتجاه المنطقة المغبنية وغالبا باتجاه الصفر عند الذكور والشفع عند الإناث. ممكن يترافق مع أعراض تخريشية أو زحيرية كتعدد البيلات أو الإلحاح البولي أو عسر التبول، خاصة كل ما كانت الحصات باتجاه الأسفل. طبعا ممكن الألم مثل ما حكينا قد يكون الحصات التعدي وما يتم ألم، وقد يكون يغيب الألم والحصات موجودة. فدائما نحن لازم نتأكد أن الحصات خرجت أو لا. إذا المريض استطاع أن يعني يشاهد أو يمسك الحصات ونفس الحجم أو الشكل اللي مثبت في الصورة ما في داعي لإعادة التصوير، لكن إذا ما كان أثبت خروج الحصات لازم نثبت نحن ذلك في التصوير الشعاعي.
طبعا البيئة الدموية شائعة وجود الحصات في الحلب، وخاصة إذا كانت من نوع المشوك غالبا تنعقل أو تنحشر في الحالب وتسبب جروح في البخاطية وتسبب بيلة دموية بالإضافة إلى الكولاجات الكلوية المرافقة. على الفحص في عندي ألم ومضض في الخاصرة، ممكن يكون عندي حصات في الحالب لعدة سنوات وما تسبب لي ألم، تمام، وقد تكون طبعا غير مسبب ألم وقد تكون غير مسبب حتى لاستسقاء. إذا ما سببت استسقاء وأنتان ممكن تكون لا عرضية. طبعا لما تهاجر الحالب كل ما هاجرت أو تحركت الحصات بيكون الألم أشد أو بتبلش كولانجات كلوية. طبعا مثل ما حكينا كتشخيص تفريقي في الطرف الأيمن لازم يشك في التهاب الزائدة الدودية بشكل رئيسي أو الكولانجات المرارية. من الطرف الأيسر ممكن يشك بداء الرتوج أو بالتهاب ملحقات أو في تركيز تبيض أو ما شبه بالطرفين. طبعا بيكون طبعا ألم الحالب بيكون شديد وكولنجي، لكن المريض أقل مرضية من مريض الكولنجي الكلوي. الاختلاطات طبعا الانسداد بشكل أساسي وتضيق الحالب إذا كانت محشورة والإنفكشن الإنتان. طبعا حكينا عن موضوع الانسداد والاستسقاء الكلوي والحالب، استسقاء كلي والحالب والإنتان سابقا. موضوع الستركتشر كثير مهم جدا، ليش بيصير الستركتشر في الحالب؟ هذا السؤال لكم. بصير نحن إذا حصات انحشرت في الحالب ليش بيصير فيها تضيق في الحالب؟ ممكن حدا يجاوب أو يتوقع شو ممكن يكون السبب؟ حدا عنده فكرة أو قريان عن الموضوع؟ حكيم ممكن. نعم 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 حكيم، بصير توسع قبل الحصات وبصير تضيق بعد الحصات بسبب نقص الحركات الدفعية بالحالب. لا بصير تضيق دائم، تضيق عم نحكي هون دائم، ما تضيق أثناء وجود الحصات، يعني حتى لو شلنا الحصات بيتم في تضيق. شو ممكن السبب؟ حكيم نتيجة الالتهاب مثلا اللي صار بعد صار تليف على مستوى الحالب. تمام، هو صحيح كلامك بصير تليف، بس ليش بصير تليف؟ نحن قلنا الحصات منحشرة، شو معناتها منحشرة؟ هذا صار في عندي على مستوى الظهارة حكيم. صحيح كلامك، بس أكثر من مستوى الظهارة حتى بصير الأذية، بس ليش بصير أذية؟ أنا يمكن ما بعرف إذا مرة يمكن زملائكم اللي حضروا محاضرة، بس المشكلة أظن بس الثلاثة حضروا أول محاضرة، اللي حضروا محاضرة القصات البولية ذكرت لهم هذا السبب أو المبدأ. أنت لما بتضغط أي واحد منكم يضغط على بإصبعته على كفه بالطرف الثاني، يضغط ضغطة منيحة، إيش بصير اللون؟ محل الضغط إيش بصير؟ لون أبيض، صح؟ تسمعون؟ صح صح. ليش بصير لون أبيض؟ نقص تروية. نقص تروية، نعم. السبب الرئيسي للتليف اللي ذكره زميلكم هو نقص التروية، بصير نقص التروية في الحالب، تمام؟ صار نقص التروية في الحالب إيش بصير؟ تليف، تليف يعني انسداد، يعني فقد الحالب فقد المرونة. شلون بصير حركات حوية في الحالب؟ هو وجود مرونة ووجود ألياف عضلية، إذا تليفت الألياف تمام؟ فمعناتها فقد المرونة بإضافة فقد الحركة، فقد شغلتين بنتيجة نقص التروية إضافة إلى التخريش الموضعي وتندب الظهارية يعني أو بطانة الحالب يعني نتيجة التخريج المباشر. لكن وجود الضغط نحن حكينا منحشرة هي مضغوطة. المنحشرة بس مشان تكون هيك بالصورة، أحيانا يعني بتكون المخاطية بتنقلع قلع عن الحصات المحشورة لما نشيل الحصات بطريقة جراحية أو حتى في طريقة التنظير، يعني المخاطية نفسها بتكون ملزقة، مثل يعني لما يكون في عنا نحن إذا حدا منكم بيشتغل هيك في الميكانيك أو عنده شيء أداة أو جهاز أو محرك معين وكان تحت المطر وصدى، إيش بيصير فيه؟ البراغي فيه بتصدي البراغي، صح؟ فبيقدر يفكها بسهولة، صعب جدا ممكن ينكسر البراغي وما ينفك يعني، فهذا بنسميه منحشر يعني أو impacted يعني محشور. ف
فكتير مهم هذا المصطلح تعرفوه وتعرف ايش الاليه الامراضيه اللي بيسبب فيها الاذيه. واضحه الفكره؟ تمام حكيكي، بس ممكن نسبب عمليه نعم حكيكي نقول يعني ممكن يصير له عمليه مكان تضيق. طبعا بعدين اذا كان التضيق مؤثر طبعا راح نستصل القطع المتليفه ونعيد الوصل او نزرع حسب مكان التضيق، ممكن نعمل زرع الحالب على المثاني. نجي هي بعدين تضيقات الحالب نحكي عنها. دكتور هلا ممكن ده بالجاي يحل هالموضوع بعد ازاله الحصيه؟ طبعا نحن بشكل روتيني بعد المناورات على الحالب او الكليه، اي مناورات على الكليه او الحالب بالطريق التنظيري او بالطريق المفتوح يفضل وجود دبل جي. دبل جي بيمنع الانسداد في الحالب، يمنع التسريب البولي خارج الحالب، يسرع عمليه الشفاء. تمام، هاي من ضمن الاليات اللي نحن يعني يعتبر بالنسبه لنا اختراع جدا مهم وجدا مريح للجراح وجود القسطره الحالبيه او الدبل جي في مكانه. رح نجي طبعا بالصوره هون الجولد ستاندرد قبل شوي حكينا مشان ما نرجع نعيده ومشان بكره حدا في الامتحان يجي يقول لي اي في بي بقول له ارجع عيد كليه الطب. تمام، الجولد ستاندرد انفستيجيشن is single slice non-contrast helical CT. طبقي المحوري الحلزوني هو أو الطبقي المحوري متعدد الشرائح أو الطبقي المحوري دون حقن هو القاعدة في تشخيص حصيات الجهاز البولي. مثل ما نكون شايفين هاي الحصات أعلى حالب أيسر وواضحة بالشكلين بالطريق الكورونال والأكسيال الساجيتال. طبعا الاشياء الاخرى اللي حكيناها الكيو بي والالترا ساوند، لكن الاي في بي يعني تقريبا التغى والكولونج كلوي ممنوع نهائيا. تمام، اذا سالتكم على كولونج كلوي وتذكروا اي في بي واخذتوا علامه الرسوب ما تزعلوا. تمام، متفقين معناتها. اذا حدا عنده اعتراض يا ريت يبعث لي على الخاص. حصيات الحالب كعلاج طبعا نرجع نحكي على علاج المحافظ. قبل شوي ذكر زميلكم انه خطوات العلاج، علاج المحافظ اذا كان تحت 5 ملم بنعطي فرصه مع السوائل الفمويه مع السوائل الوريديه مع المدرات مع بنرجع بنحكي هون مضاد التشنج هو ليس انتيكولينرجيك، كلياتكم بتعتبروا او بتاخذوا من الار بي سيز ومن الممرضين اللي هن ماشيين اسعاف في كل المحرر انه بنعطي ديكلون وسفاسمافرين. ديكلون انتي انفلاماتوري دراجز هو رائع جدا كمسكن الم ومضاد التهاب الاسترويدي، لكن لا فائده ابدا من الانتيكولينرجي غير تزيد الاطياء والعلامات الهضميه عند المريض الكولونجكلوي. يفضل فقط تعطيه الفا بلاكرز اللي مثل الدوكساسازين او التامسولوزين بحيث انك انت ترخي اسفل الحالب، واذا كان في خروج عفوي تساعد على خروج العفوي. طبعا الصادات في حال وجود انتهاء، ما في انتهاء ما في داعي نعطي الصادات. indication for intervention كاستطبابات يعني، طبعا هذا ممكن نحن نسال عنه. اذا في استطبابات هي حصيات 6 اكثر من 6 ملم، لكن في حصيات 1 سنتيمتر نزلت صح؟ ما بعرف اذا شفتوا انتم حصيات 1 سنتيمتر ممكن تنزل وممكن اكثر من 1 سنتيمتر ممكن تنزل. يتعلق الامر جدا بشكل الحصات، يعني الحجم او طول الحصات ليس هو معيار وحيد، لكن حجم الحصات وشكل الحصات وموقع الحصات له دور كبير في الخروج. نعرف فيه ممكن نتوقعه. الحصيات الامباكتد الحصيات المحشوره فهي ما راح تنزل لو شو ما عملت لها، فهي الافضل يا تداخل جراحي يا اما تنظير حالب. اذا كان الصورات هو اذا عملت انا صوره ظليه وشاهدت عدم فعاليه الكليه او عدم وظيفيه. طيب انا قبل شوي حكينا احنا انه الكليه في حال الكولونج كلوي راح تكون صامته يعني تكون غير وظيفيه، فشلون راح احكم فيها بالاي في بي؟ فمعناته ما راح يفيدني يعني، والماده الظليه نفسها هي سامه للكليه.
والكلمة بالأساس متوقفة فبزيد أنا السمية أكثر. طبعا الأصابات تداخل وجود الإنتان، وجود الإنتان والإنتان الشديد اللي ممكن يتهدد بتقيح الكلية، فهذاك الوقت نحن حكينا قبل شوي درينيج درينيج درينيج، هو أنك أنت صرف البول المأنتين يا خارج الجسم عبر فغر الكلية أو النيفروستومي أو عبر القصر الحالبية باتجاه السبيل البولي السفلي، بإضافة طبعا لتغطية الصدات. حصية السلسل العلوي، طبعا كخيارات علاجية السلسل العلوي ممكن نفكر في موضوع التفتيت من خارج الجسم. الاستجابة طبعا للتفتيت من خارج الجسم ما يقارب 80% إذا كان استطباب صحيح لحصية الكلية. حصية أعلى حالة كمان قريب 70% ل 80% توصل. ممكن ندفش حصات الحال حصات حالب على حالب، نرجع باتجاه الكلية ونرجع نشيل عن طريق بي سي ان ال أو نعمل تفتيت من خارج الجسم نجاح أكثر. ممكن تهرب الحصات باتجاه أعلى حالب خاصة في حالة وجود استسقاء شديد خلفه. طبعا ممكن نشيل نتيجة اختلاط أو وجود حصات كبيرة في أعلى الحالب، ما عندي أنا منظار مرين. التلف المتوسط نلجأ لتنظير بشكل أساسي ومع التفتيت بالليزر إذا نوجد الهوائي أو السويس كلاس بيسموه. طبعا تجرى تحت تقدير النصفي أو الخطأ. طبعا ممكن نحن نمرر الحالب المنظار لأعلى الحالب، لكن مزعج جدا إذا بنمرر لأعلى الحالب والمريض فقط تقدير نصفي وتقدير عام. ممكن نفتت الحصيات بالليزر، وممكن كمان نفتتها فتت النيوكلاست أو الهوائي أو الليدوكلاست أو فتت السويسري بيسموه، هو مثل النقار الخشب أو النقار الحجر تماما شبيه فيه. شي مرة إذا كنت واحد زارني بمشي المحافظة بفرجي الجهاز تفتيت أو بيحضر جزء، وفيه يمكن مقاطع فيديو موجودة. طبعا ممكن نستخدم الباسكت لسحب الحصيات الناعمة، وممكن نستخدم طبعا جراح المفتوحة دائما هو آخر خيار، لأنه تقريبا ما بقى يعتمد عليه إذا صار اختلاط معنا ممكن نضطر له. حصية السلس السفلي قولا واحدا هو بشكل أساسي بالتنظير، أو ممكن نستخدم سلة دورميا. طبعاً التغيط سابقاً كان يدخل السلة بشكل أعمى، طبعاً قطعاً ملغى إلا بستخدم السلة بتستخدمها تحت الرؤية المباشرة مشان ما يسبب أذى المخاطية وتقلع المخاطية وتسبب تندب في الحالب وتضيق الحالب. حصية المثاني سيستولي ثيازيز لا أو البلدر ستون، طبعا بشكل اساسي ممكن تحدث الحصيات المثانيه مقسمه الى قسمين، هي طبعا شائعه عند ذكور اطفال اكثر في بول عقيم، فممكن تكون منشأة نازله من الكليه او من الحالب، وغالبا تكون حصيات اوكسالات. اذا وجود انتان، اذا كان عندي وجود انتان فغالبا بيكون المنشأ الاساسي من المثاني وتكون حصيات الفوسفات. مثل ما حكينا أنه ممكن تكون مهاجرة من الكلية باتجاه المثانة وتكبر أو يزداد حجمها في المثانة ما استطاعت الخروج. الحصية الثانية النوع الثاني الوبائية اللي تحدث في المثانة غالبا عند الأطفال وغالبا الذكور أكثر، لها علاقة في موضوع الناحية الاقتصادية وخاصة مثل زماننا منتشرة بشكل شديد نقص التغذية، طبعا مترافقة غالبا مع الالتهابات، ويعتمد على الأغذية المعتمدة على الحبوب. تمام. بإضافة إلى قد يكون ما مرتبطة بانسداد أو انتان أو حالة عصبية. الحصيات المثاني السنوية هي نتيجة سنوي لانسداد أو انتان، وغالبا تحدث عند مرضى ضخامة البروستات.
الأعراض. طبعا الأعراض بشكل أساسي تعدد البلاد. المريض بيشعر بالرغبة عارمة للتبول خاصة إذا ترافقت مع الحركة. يعني المريض أثناء الليل ممكن ما يشكو من شيء أبدا، لكن أثناء النهار وخاصة أثناء المشي أو الحركة بيشعر بحاجة ملحة جدا للبول وعدم ارتياح أثناء التبول، وأحيانا تقطش البول أثناء التبول نتيجة انسداد العنق المثاني بالحصاد. مثل ما حكينا هاي الأعراض الأساسية، يعني أعراض تبويلية وتخريشية مع ألم فوق العاني، ممكن يترافق مع بيلة دموية، وممكن الحصات تسبب انسداد، يعني مثل ما حكينا، أو تقطيش للبول نتيجة انسداد مخرج المثاني. الألم ممكن يكون شديد ويمتد من فوق العاني باتجاه الإحليل وحتى صماخ البول الخارجي أو الشفر الكبير، وأشد ألم أثناء النهار. ممكن يترافق مع التهاب مثاني كوجود حرارة وعسر التبول وألم شديد. طبعا الحرارة نادرة ما تكون في التهاب المثاني، لكن أحيانا تختلط التهاب المثاني بطريق صاعد بالتهاب كلي وحيض مرافق. مثل الحصيات هاي الإكس راي مثل ما حكينا، كيو بي شايفين حصات مثاني كبيرة في الحوض الصغير موجودة. أثناء التنظير طبعا سيستسكوبي شايفين هاللون هذا الأصفر لماع، هي حصات في المثاني. وممكن طبعا في التنظير القاسي وجود بعض المفتتات الميكانيكية أو مفتتات تنظيرية، يمكن إجراء تفتيت لهذه الحصيات واستخراجها. الحصيات المثاني ممكن تتفتت تفتيت، وممكن نسحب سحب، وممكن نسحبها عن طريق التنظير فوق العاني. وطبعا هي حالات شوي تنظير فوق العاني مو سهل، نحن كنا نستخدم بعض الحيل، تعلمت أثناء الإقامة من معلمي أنه بعض الحيل نستخدم عدة تنظير الجراحة العامة، ونعبي المثاني ونحن تحت الرؤية في المنظار المثاني، خاصة عند الأطفال طبعا هي بتصير حصيات صغيرة. ممكن نسحبها عن طريق ثقب صغير أقل من سنتي فوق العاني، نسحب الحصات عن طريق منظار البطن، وركب فقط قسطرة، ما نعمل أي شيء، نعمل نحن نسبب هون بشيء سميناه الثقاب مثاني خارج البرتوان. ثقب مثاني خارج البرتوان يحتاج فقط إلى قسطرة بولية مدة أسبوعين يشفى المريض دون حاجة لأي تداخل آخر. هاي الطريقة السهلة والحضارية. ويعني في عندي مريضين بالريف الشمالي دائما كل ما شفتهم، واحد مشتغله من 2015، هلا كان طبعا 3-4 سنين، هلا صار عمره كان 10-12 يعني الولد. طبعا مضادات الاصطباب للتنظير هو حصات كثير كبيره او عده حصيات صغيره بس قاسيه موجودة الحصاد إذا كانت في رتج مثاني، فمخاف إنه رتج ينسقب، أو وجود ورم مثاني، فلازم نكون نحن ننتبه لموضوع الثقب المثاني. أيضا وجود أي أذية أخرى أو متقلصة في المثاني نتيجة وجود تليف في جدار المثاني نتيجة إصابات في السل أو المنشقة الدموية بالهارسيا. طبعا الحل الدوائي تعتبره غير فعال أو يعني غير ذو جدوى. تفتيت مخارج الجسم كمان غير ذو جدوى. مثل ما حكينا قبل قليل على طريقة التنظير المثاني مع تنظير البطن، فهو يعتبر يعني حالة جيدة إذا كان المريض طفل وحصات صغيرة تطلع معنا في المنظار البطن أو بتروكار اللي موضوع في فوق العاني. طبعا ممكن استخراج الحصاة عن طريق السلة إذا كانت صغيرة ما في مشكلة، وممكن نفتت الحصاة عن طريق الألتراسونيك أو الإلكتروهيدروليك أو الليزر
وممكن نعمل نحن شق جراحي واستخراج الحصات وما ندخل في أي مريض عنده متاهات أو مضاد أصباب أو بعض المشاكل. طبعا مضاد أصباب لأي فتح جراحي هو وجود ورم مثاني فقط، مضاد أصباب نهائي وجود ورم مثاني أو إصابات فعالة في المثاني. طبعا لما نلجأ لها إذا كان في عندي أصاب آخر لوجود رتج، بس صار الرتج مع الحصات أو وجود ضخامة بروستات ووجود حصيات سنوية أو عند فشل الإجراء التنظيري أو وجود اختلاط للتداخل التنظيري نفسه. حصيات الحالب اليوريثرال ستون هي غالبا حصيات انحشرت في الإحليل، عفوا حصيات الإحليل اللي بنحكي نحن، إذا ذكرنا حصيات الحالب فهو لفظ يعني خطأ، يوريثرال حصيات الأحليل غالبا جاي بشكل أساسي من خلف تضيق ممكن أو انتان في رتج أحليلي، فممكن هي تنشأ في الأحليل نتيجة وجود تضيق أحليل أو وجود رتج أحليلي مع اختلاط بإنتان. طبعا غالبا بتعصى الحصيات اللي بتخرج بتكون هي مشوكة وحجمها كبير، تخرج من عنق المثاني وبتعلق في الأحليل البروستاتي أو في الأحليل القضيبي. طبعا بتسبب ألم شديد وتقطع شديد في التبول أو انسداد، غالبا يحدث انسداد تام بحاول المريض فبيدخل في احتباس بولي، ومنجي ركب قصة بيكون في عائق هو وجود الحصاد في الأحليل. طبعا الأفضل أنه نحن نريح المريض إذا ما قدرنا أطباء عامين، إذا بنقدر ندفش أكبر كمية من المزلق وإذا حصاد قريبة على الصماخ نستخرجها، إذا كانت بعيدة في الداخل الأفضل ركب قصة بولية، إذا يعني قد تندفش معنا باتجاه المثاني بالطريق الراجع أو تبقى بمكانها، بس المهم المريض نخرج من حالة الاحتباس الحاد المؤلم جدا واللي ممكن يتسبب بإنتان ومشاكل أكبر. طبعا إذا كانت علقانة فممكن نحتاج لتنظير للإحليل وتفتيتها في المكان أو سحبها أو دفشها باتجاه المثاني وأكمال العلاج. التشخيص هو بتنظير الحالب أو مشاهدة الحصات عالقة في صماخ البول. طبعا ممكن تعلق بالإحليل البروستاتي مثل ما حكينا، وممكن ترجع أثناء التنظير ترجع للمثاني أو فتتها يعني عبر داخل المثاني أو فوق العاني بإدخال منظار البطن من فوق المثاني فوق العاني واستخراج حصائص إذا كانت صغيرة. الحصيات البعيدة الجزء البعيد من الأحليل ممكن سحبها بالباسكت تحت الرؤية أو سحبها يعني تحت تزليق وتقدير موضعي إذا كانت قريبة من الصماخ. أحيانا نضطر إلى إجراء خزع للصماخ إذا كان ضيق مشان نستخرج حصات حجم أكبر ما تخرج من الصماخ البولي، وأحيانا نضطر إلى الفتح الجراحي وهو أسوأ خيار الفتح الجراحي لاستخراج هذه الحصيات إذا ما كان فيه طبعا تضيق أو سبب الفتح الجراحي أو وجود رتج، يعني هو أسوأ خيار إلا في حال وجود تضيق أو وجود رتج في الأحليل. هاي الخطة اللي حكينا عنها نفسها هي إعادة بمخطط بلوغاريتمي. هاي حصاد إيش؟ حصاد مثاني. طيب شو هالمثاني وشو هالحصاد شو رأيكم؟ طبعا هاي إيدي ما بعرف اللي بتعرفوا حجمي القياس منيح وشايفين السرنج، يعني هاي إذا هاي الحجرة ضربتها برأس أي واحد حتى إذا برأس بشار الأسد راح ينفج. شو رأيكم هاي الحصات؟ سبب المريض شاب، المريض عمره 45 سنة أظن مكتوب هون مواليد 79 إذا شايفين تحت بالصورة. الصورة هاي صار لها يمكن 3 سنين 4 سنين. حصات أكزالات حكيم منشأة داخل المثاني. ايه شو السبب؟ شايفين حجمه؟ شايفين بالصورة؟ شايفين شيء مثاني بالصورة؟ حكيم نتيجة ركودي بسبب ضخامة البروستات الحميدة. مريض أبقى لك عمره 40 سنة ابني، انت بس يصير عندك ضخامة البروستات بنحكي في الموضوع. مريض صار شاب
ما عنده ضخم بالبروستات. جوز انتانات دكتور او سكري. انتانات كلويه البول اضطراب. نعم اضطراب القلويه. هذا مريض. حدا عنده راي اخر؟ وراثي يعني حكيم ممكن يكون؟ نعم وراثي؟ لا ما هو وراثي. هذا مريض عمره 40 سنة، كان قبل 5 سنوات عمره كان 35 سنة عامل شيء اسمه استئصال مثاني جذري. إذا عملنا استئصال مثاني جذري معناتها ما تم في بروستات ولا مثاني، تمام؟ بعدين تاخذوها هي في درس لاحق. نحن استبدلنا هاي المثاني صنعية. منين تجي المثاني الصنعية؟ بتجي من الأمعاء، نستخدم من الإليوم، تمام؟ ناخذ الإليوم اللي هو ايش بسموه بالعربي؟ لفائفي الدقاق، ايش بسموه؟ لفائفي. تمام. فهي الأمعاء تبعه هي سألكم وين المثاني ما شفتوه ولا بروستات شايفينه. فهي قد الجيب المثاني أو حجم المثاني تقريبا بقيان جزء صغير إذا بشوفوهم بالصورة. رح أحاول أعمل إذا في بوينتر. بوينتر شايفين هذا الجزء هون؟ هذا الجزء المتبقي بس هذا حجم المثاني، تمام؟ الباقي كله معبية الحيز كامل حصاد، مثل بيضة النعامة إذا بذكروا أو تعرفوا بيضة النعامة، هيك بيضة النعامة، تمام؟ فالمريض هذا المرضى اللي بنستخدم إحنا الأمعاء في تشكيل مثاني أو في التحويل البولي، نطلب منهم دائما يعملوا غسيل للمثاني بسيروم ملحي للتخلص من المخاط. الغشاء المخاطي للأمعاء دائما مفرز للمخاط، فنتيجة ركودة بولية وعدم غسيل المثاني بشكل صحيح شكلت هاي الحصاد. شايفينها؟ فهي نتيجة أخطاء التعليمات. نحن اتفقنا أنه مشكلة أحيانا بوعي المرضى وعدم الالتزام في تعليمات الأطباء بتسبب بكوارث لنفسهم قبل كل شيء، وأحيانا قد يكون الوسط الطبي، لأنه دخول على هذا المريض أنت ما عنده مثاني، عنده أمعاء بدل المثاني، فأنت إذا كان أزيت التروية تبع الأمعاء قطعة الأمعاء فأنت قضيت على يعني فرصة المريض لأنه يتم محافظ على التبول على الطريق الطبيعي. هاي الإكزانتو بايلونيفريتس، التهاب الكلية والحويضة الصفراوي الحويمومي الصفراوي. سمعين فيه؟ تسمعوا فيه بدرس الالتهابات. شايفين الحصيات؟ هاي القطع الصغيرة هون، هاي حصيات، هاي حصاد، هاي حصاد، هاي حصاد. مريض كان عمره بالستينات تقريبا. شايفين اللون الأصفر هذا؟ هذا اللون الأصفر هو الصفراوي اللي بنسميه، هو التحول الدهني لأجزاء كبيرة نتيجة الالتهاب والتليف من الكلية، تحولت ل أو تخربت وصار الكلية غير وظيفية نتيجة حصيات مهملة في الكلية، وأنتان مستمر عند مريض سكري حولته. المريض الحمد لله بصحة جيدة وما زال يعيش في تركيا، وشفته من شي 6 أشهر يعني. أي فهذا نتيجة طبعا الرجل ما شاء الله عليه، يعني رجل أكابر وهو هذا الشيخ يعني، وكان يعيش في يسموها عروس الصحراء يعني، كان يعيش في تدمر. فهي شكل من أشكال الاختلاطات للحصيات الكلوية، هو أنه نفقد نحن وظيفة الكلية ونضطر لاستئصال الكلية نتيجة فقدان الوظيفة ووجود الإنتان. أظن هاي الصورة شفتوها أنتم من قبل، أظن من الدرس الماضي، وهيك شفناها. هذا الطفل عمره 2.5، هاي حصاد حالب أيمن، حصاد حالب أيسر، هون حصاد حالب أيمن، حصاد حالب أيسر مثل ما أنكم شايفين. الحصاد طبعا تم علاج هذا الطفل بالتنظيف فضل رب العالمين، رغم أنه طفل صغير يعني، لكن خاطرنا والحمد لله تمكننا مساعدة تنظيف الحالب والتفتيت مع تفتيت مخارج الجسم مع تركيب قصر دبل جي، والطفل بخير الحمد لله. أحدكم سأل عن هذا المخطط اللي بنحكيه، أنه طبعا لهجمات الحصيات حسب الهجمة، إذا كان في هجمة سابقة أم لا. ما في هجمة فممكن العلاج يكون محافظ، أو نعطي نوصي في زيادة حجم البول
ما بعرف إذا شفته هون حجم البول، وليس حجم البول قلنا عند إنسان طبيعي لتر ونص، حجم البول لازم يزيد عند لترين، بيزيد عند لترين دروب اثنين، لازم الإنسان يشرب شيء 4 لتر، يعني وسطيا الإنسان بيشرب بين 3 و4 طبيعي، لما بيكون في حصيات مفروض يشرب أكثر. ويعني أحد الشائعات يعني اللي بيحكوها أطباء البولية لازم تمدد خرطوم مي لنفسك وتتم ساكن في الحمام حتى ما تشكل حصيات، بمعنى غزارة السوائل والإماهة وكسر التبول. المياه الراكدة تحوي الأسن، بينما المياه الجارية بتكون عقيمة ونظيفة وما تسبب لا بالتهاب ولا برواسب. الصوديوم لازم نقص الوارد بالصوديوم واللحوم بكل أنواعها، تمام؟ فطبعا مرضاتنا دائما بيسأل عن اللحم الأحمر أو اللحم غير الأحمر، هو تخفيف البروتين بشكل أساسي ووارد الملح طعام وزيادة السوائل، هاي العلاج المحافظ مع العلاجات اللي ذكرناها قبل قليل. إذا كان في عندنا هجمات سابقة فهون لازم أخذ قصص سابقة، أعرف عند المريض وبالقصة السابقة هل خرجت الحصات أم لا، وبداية تشكل الحصيات، إذا وجود أي داء هضمي معوي، أداء كرون أو التهاب كولون تقرحي أو ما شابه، ممكن يترافق مع اضطرابات امتصاص ممكن يساهم في هذا الأمر. إذا وجود داء النقرس الجوت، إذا وجود ديابيتس ميليتس يعني ممكن يسبب وجود الانتان نقص المناعة، وجود أي أدوية بيأخذ المريض كما حكينا قبل شوي، التناول الكثيف للكالسيوم كبعيضات الكالسيوم أو فيتامين دال أو فيتامين سي ممكن تسبب حصيات، والقصة العائلية لوجود حصيات. طبعا بدنا نحتاج لدراسة لبول 24 ساعة ودراسة للشوارد والكيمياء في المصل مع الهرمونات. هلا الحصيات اللي غير مختلطة، حصيات كالسيوم غير مختلطة، بيكون غالبا في عندي أنا كالسيوم الدم طبيعي وما عندي أمراض، ما عندي أمراض معوية ولا في انتان بولي. الحصيات الأخرى هي في عندي انفكشن ستون بيحتاج لصادات، وبنحتاج ل يعني إماها الحالات الشديدة مع أعطاء الأستهيدروكساميك أسيد، لكن كعلاجات دوائية حقيقة ما في شيء مثبت إلا حصيات السيستين، حصيات حمض البول بقلونة البول. الهايبريوريزيميا الجوت الألوبرينول، إذا أنا مريض بعرف عنده داء نقرس فلازم أعالج ارتفاع حمض البول بالألوبرينول كحصيات البيكربونات أو البوتاسيوم سيترات، والوجود الفرط كالسيوم الدم لازم يفتش عن الباراثايرويد هرمون واستقصي وعالج إذا في عندي أي قصور. نرجع لموضوع الغير مختلطة من الكالسيوم، إذا الكالسيوم البول طبيعي فبعطي بس بوتاسيوم سترات، تمام؟ إذا كان الكالسيوم حتى في البول مرتفع بعطي المدرات الثيازيد اللي بيخفف من إفراز الكالسيوم في البول أو البيلة الكلسية، ممكن أعطي مع البوتاسيوم إذا كان في عندي قيمة السترات في البول طبيعية. إذا كان إذا بوتاسيوم سترات إذا كانت خفيفة في البول، ومنع بدون سترات إذا كانت مرتفعة في البول، تمام؟ فهي المخطط تحفظه موجود في هاي الصورة الأخيرة اللي أظن حكيت لكم عنها أو يمكن شافوها زملائكم في أول محاضرة. All stones in one patient، هذا الكلام بشوفه بس في سوريا، أنه كل أنواع الحصيات موجودة عند مريض واحد، فهذا للأسف للأسف فقط في سوريا. Be careful about your patient، المريض هو أمانة عندك، المريض لما بيجي لعندك أعطيك كافة التعليمات والتوصيات، وأحيانا بتضطر لازم تكتب له إياهن وتوصيه راجعك وما يروح يغط وما يجي. هذا الطفل عمره تقريبا 3 سنين، إصابة طيارة، تم عنده أذية في
في الحاله تم تركيب دبل جي. وزي الخير زملاء الاطباء اللي اشتغلوا مشتغلين بشكل صحيح ومركبين دبل جي للمريض والمريض اموره بخير. راجعنا بقصه انتان بولي مع قصور كليه، انتان بولي حاد مع قصور كليه مع وجود ناسور مثاني كولوني جلدي. شايفين حصيات كلية، هاي حصيات كلية، حصيات حالب حول جسم أجنبي، حصاد مثاني حول جسم أجنبي، تمام؟ هاي الحصيات اللي عند المريض. النتيجة مريض قصور كلوي، مريض حالة عامة سيئة، التهاب كلية حويضة مزمن، تخرب الوظيفة الكلوية في الطرف الأيسر. هاي الحصيات شايفينها، هذا الدبل جي، قصر الدبل جي موجودة. شايفين مثل شيش الكباب الحصيات حول الجسم الأجنبي. هاي حصات، هون حصات مثاني اللي شايفينها بالصورة، هاي كمان الدبل جي. طبعا هاد الحالب، هذا المريض تم استئصال الكلية والحالب واستخراج حصات المثاني، والمريض حاليا على غسيل كلية، وطفل عمره يعني أظن حاليا عمره بحدود 5 أو 6 سنوات. السبب الرئيسي إهمال الأهل، أهل أظن عايشين في مخيم أو يعني إمكانيات يعني شوي محدودة للأسف، وإهمال شديد للطفل. يعني الطفل يعني طبعا يعني دخل في قصور مزمن، يعني خلص ما رح يطلع منه، هذا نتيجة الإهمال. نتيجة تم التصرف الأول صحيح، لكن نقص المتابعة للمرضى بتسبب بدمار الجهاز البولي مثل ما كنتم شايفين. أنا هون تقريبا خلصت، هاي الرسالة اللي لازم يعني تعرفوها وتكون وصلتكم، وتقريبا يعني معظم الأسرار الأساسية اللي لازم تعرفوها عن حصيات موجودة بين RBCs ومحاضرة. أنا هون يعني ضويت مثل ما قلتوا على الأشياء الأساسية اللي براجعكم فيها مريض الحصيات والأعراض والتشخيص والتدبير الأساسي أو خطط العلاج الأساسية لكل مريض أو كل نوع من الحصيات. في شيء أسئلة حاليا؟ ياريت إذا في أسئلة تبعثوا ليها مع محمد أدبيس، لأنه أنا اليوم فعلا متعب ومرهق، كان عندي سفر. وإن شاء الله بشوفكم في المحاضرة القادمة، وإن شاء الله تكون فيزيائية، بتمنى أن تكون فيزيائية يعني، وأخلص من مشاكل العبور. إن شاء الله بشوفكم في الأسبوع القادم. إذا في أي سيارات تحضروها، وإذا في شيء ما يتعلق بالسرير إن شاء الله رح نتابع معكم في مشفى المحافظة بالتدريب السريري هناك. وإن شاء الله إذا نزلت في الأسبوع القادم إلى مارع بشوفكم من عرض الواقع إن شاء الله. الله يعطيك العافية حكيم، الله يجزيك خير يا رب. يا رب الله يسلمكم، موفقين إن شاء الله، ونتمنى نشوف أداءكم الرائع. السلام عليكم. الله سلام. السلام ورحمة الله وبركاته.